خربوز زهير رئيس اتحاد شركات الامن الخاص بالمغرب. حنا في اطار هذه الجائحه اللي يمر بها المغرب، تنحاولوا اننا نقدموا مساعدات للناس المحتاجه. لهذا تنتمنى اننا كمغاربه نضامنوا كاملا، نضامنوا نحطوا اليد في اليد باش نسهلوا المأمورية نتاع السلطات المحليه باش كل واحد يبقى في المنزل تاعو. وان شاء الله هذه المبادره اللي حنا بديناها من الاول نتاع هذه الجائحه، وتنتمنى انها تستمر طيله شهر رمضان ان شاء الله. وتنتمنى ان جميع الاخوان جميع المغاربه يبقوا في المنازل ديالهم باش نعاون السلطات المحليه بالقيام بالواجب ديالها، واي واحد ان شاء الله غتوصلوا قفاه حتى المنزل نتاعو ان شاء الله. المبادره هذه المبادره ان شاء الله كل جمعه تنديروها ان شاء الله، فهمتيني، باش نخفوا شويه من العبء على الناس المحتاجين ان شاء الله بحول الله. هي رساله للاخوان لجميع المغاربه انهم يبقوا في المنازل نتاعهم ويحاولوا يعاونوا السلطات باش نمروا منتصرين من هذه الجائحه اللي تيدوز بها المغرب.